السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمارين المناولة مهمة، يعني تسليم الاستماع. فتأخذ منطقة، أنا مجرب هذا التمرين بنصف ساعة، تأخذ منطقة محددة واسعة، توزع اللاعبين كلهم هرولة في الساحة، فقط هرول خفيف، يمين يسار، سوي تمرين رفع ركبتين، سوي اللي يعجبك، بس انتشر بالساحة. separate out in the field. Okay. And the coach have four balls outside the training area. المدرب عند أربع كرات خارج الساحة. بعد فترة يدفع الكرة لأحد اللاعبين وينطي أمر باصج. اللاعب الأول يسلم كرة باص 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 للثاني، وفي صوت يعطي تنبيهات وكذا، تحاول تعطي للاعب ما أعطيته قبل، فتتوزع الكرة باصين 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 باصين، ماكو تأخير، تو تاتش، ما في دربل، وانتهي اثنين باصين، والبقية يتحركون داخل الساحة بهرولة، هرولة بسيطة، حركة حركة، يعملون أي شيء يريدون اللي ما عنده كرة، يعني برفع ركبتين، بالخط القصير، بالكذا، بالاستدارات، بأي شيء. الحين انتظار حظه تجي كرة مناولة يستلمها ويسلم، يستلمها ويسلم. أوكي. أثناء هذا العمل المدرب يحاول أن ينبه على ما يعرف به الجزء الذي ستلعب به الكرة، فمرة يصيح داخل القدم، مرة وجه القدم، مرة يعني هارد باص، مرة لونج باص، مرة شورت باص، مرة يعني لمدة دقيقتين، نشوف لمدة دقيقتين، ثم يوقف التمرين. بالطراح يقول الآن نعيد تمرين، لكن بعد المناولة عليك أن تركض 5 ياردات باتجاه مخالف لاتجاه الكرة اللي مررتها لزميلك، فأضفنا حركة. أوكي؟ أضفنا حركة هي الانطلاق بعد لعب المناولة. أوكي؟ دقيقتين فقط تطراح، تقول الآن راح أنزل كرة ثانية، نطبق نفس التمرين الأخير، يعني مرر انطلق 5 ياردات باتجاه مخالف لاتجاه الكرة، لا تنطلق مع اتجاه الكرة اللي مررتها، مثل تمررت من هذا اللاعب إلى هذا اللاعب، لا تروح نفس الاتجاه، روح يمين، روح يسار، روح إلى فراغ معين، 5 ياردة بس، كرتين الآن صارت تمرين، يعني شنو؟ صار الحمل أكثر. ما في فترة راحة طويلة مثل التمرين الأول باقي اللاعب بس يهرول، الآن ما في بام 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 بام، هذا ريذم، من أقول بام 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 ريذم، لأن أنا لازلت أقول تو تاتش تو تاتش، استلم، عدل الكرة وين تريد توجه، أعطي مناولة، أعطي مناولة، تحرك 5 ياردات سريع عكس اتجاه المناولة، يعني أنت سلمت باتجاه ثلاث اتجاهات بعد يمين يسار واحد وخلف. الحمد لله. دقيقتين فقط، دقيقتين. كم دقيقة صار لنا؟ 6. كل باصي وحركة باصي وقف. أقول الآن راح أدخل 3 كرات. أوكي. قهر. تمرين صعب راح يصير. ما في وقت. لاعب يسلم هاي يروح يهيئ نفسه احتمال يستلم 3 كرات بين 12 لاعب، يعني 3 عندهم كرات و6 فاضل، لما الثلاثة ذول يمررون اللي مرروا يحاول اللاعب المستلمين ما يرجعون، يرجعون للثلاثة الآخرين اللي ما عندهم، هاي يسموه ريكوبنسين العفو ريكوبنسين of the teammate، يعني أنا أميز اللاعبين مالي، فلان سلمني ليش أسلمني؟ أكو فلان ما استلم، أعطي فلان ما استلم، ما هكذا. دقيقتين، دقيقتين، ثم أعطي الكرة رابعة، تحدث مشكلة الآن، أنه يراد سرعة
يخصها في الاستلام والتسليم والتهيئ للاستلام. فيكون تمرين صعب جدا جدا. دقيقتين خلاص انتهى. هذا تمرين اعطيته عندي بعد فتره الاحتماء الاحماء بلياقه بدنيه بتركيز على الاستلام والتسليم. منطقه 40 في 40 صغار. نص الساحه كامله تمرين منطقه الجزاء بالخط المركزي للكبار. وكل ما كان اللاعبين عندك اعمارهم شابه كل ما من المستحسن ان تعمل الـ 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 التمرين بمساحه كبيره، لان هنا تركيزي على المناولات المختلفه، متوسطه، قصيره، طويله، يعني احتمال هذا اللاعب يلعب بوجه قدم كره طويله الى هذا اللاعب، فيحتاج وجه قدم مو داخل القدم. فالمسافه اللي تلعب بها الكره هي اللي تقرر الجزء الذي يستخدم القدم. هل من المفضل ان يستخدم داخل القدم للعب مناوله طويله ام لعب مناوله قصيره؟ طبعا القصيره داخل القدم، الطويله يفضل ان وجه القدم لان قوه بها اكثر. زين، وهكذا يعني تناقش الامور هاي في الدورات التدريبيه في الكلام. هاي التمارين اللي تعمل للتسليم والاستلام بساحات كبيره شويه وبيها اكثر من كره، بالتدرج تضع كره ثم كرتين ثم ثلاثه ثم اربعه، لا تزيد عن اربعه احسن شيء. بتكون تمارين جيده لان ترتفع بمستوى الاداء الفني والبدني مرحله مرحله. بالكره الاولى هواي عندك ركض اكثر من الاداء الفني، هار ولا يلا تجي الكره. لما تخلي كرتين الهار ولا تقول الاداء الفني المناوله تزيد تسليم والاستلام. لما تخلي الكارثه يقل الهار ولا شيء يزيد الاداء الفني التكنيك المناوله. لما تحط اربعه هو يصبح الاداء الفني هو الملك في هذه التمارين. فهذه التمارين اريد اذكر بها الاخوان اللي يدربون انهم هاي التمارين تختلف عن تمارين تضع مجموعتين مجموعه مقابل مجموعه ويلعبون مناولات. يناولون طوابير انا ما اعترف فيها في التدريب، صعبه. لا تزيد الطوابير عن ثلاث اربع لاعبين، اما خط كامل 10 لاعبين وخط كامل 10 لاعبين ما احبذ. احبذ هذا تمارين الاستلام والتسليم بدل التمارين اللي توضع بمجموعتين متقابلتين على خطين مسافه بيناتهم 10 و 15 اعطيني وانطيكم اعطيني وانطيكم، غير واقعي. هذا بواقعيه حلو يعني اللاعبين من تشرين كانما من تشرين في نصف ساحه. في المستويات العليا يضعون هنا يضعون اربع لاعبين مدافعين بلون من الملابس مختلف ويطبق نفس التمرين السابق، تسلسل 2 دقيقتين 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 دقيقه. فيكون الواجب الملقى على اللاعبين الحائزين على الكره اللي يدربون الباسنج اللي يدربون بحركه في 40 في 40 يارده 50 في 50 يارده في نصف ساحه اصعب، لانه خلال التمرير المنوع يحتاج اللاعب ان يتجنب المدافعين الاربعه ثم يبدل المدافعين، يجون لاعبين ساحه ثم يبدل المدافعين وهكذا. يتحولون اللاعبين كل مره اربع مدافعين يبدلون اربع مهاجمين اربع مدافعين، وحتى انه انت تنطي للإعازة للمدافعين انه يبدون دفاع سلبي، يعني دفاع سلبي فقط يحاولون ان يعني يقطعون خط المناوله بين المناول واللاعب المعني الذي سيستلم الكره. طبعا هذا التقدير او حدث المدافع. تمارين مهمه، طريقه مهمه في تنميه وتحسين الاستلام والتسليم في واقعيه تقترب بعض الاحيان من واقعيه اللعب، خصوصا اذا ما علمنا انه لا يوجد توقف بالساحه، لا يوجد لاعب متوقف، الكل تهرول، الكل تستعد للاستلام، الكل تستعد لاستلام الكره باول لمسه والتمرير باللمسه الثانيه، الكل مستعد للتحركه بمختلف اتجاهات منطقه التدريب والتمرير والاستلام
بمختلف مناطق الساحلية الآن راح يدور على كل فراغات الساحل. هذه التمارين تمارين مهمة بالنسبة للمدربين العرب، خذوها بالاعتبار وستكون إن شاء الله من المدربين الجيدين. شكرا جزيلا.